أهلا بكم. مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الأربعة المعاد اعتقالهم عقب هروبهم من سجن جلبوع حتى 19 من سبتمبر الجاري. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن النيابة الإسرائيلية طالبت بتمديد اعتقالهم 13 يوما، لكن المحكمة مددته لتسعة أيام. بينما قالت صحيفة أرتس الإسرائيلية إن الشرطة تشتبه في أن الأسرى الفلسطينيين الأربعة خططوا لعمل إرهابي خطير وفق تعبيرها، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه إضافة إلى اتهامهم بالفرار من السجن، قد يتم توجيه الاتهام إليهم بمساعدة وتحريض الآخرين على الهروب من الحجز، والذي يعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما. تراجعت السلطات الإسرائيلية عن نقل الأسير زكريا زبيدي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق اليوم أن مصلحة السجون ستقوم بنقل زبيدي للعلاج في مستشفى رمبام في حيفا. وردنا على توجهات وسائل الإعلام، قال المتحدث باسم مستشفى رمبام أن زكريا زبيدي لم ينقل إلى المستشفى وتم إلغاء زيارته، وكان من المفترض أن ينقل زبيدي للعلاج عقب الجروح التي أصيب بها من قبل قوات الأمن الإسرائيلية أو قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اعتقاله. وأتى ذلك بطلب من محاميه أفيغدور فيلدمان بسبب تعرضه للاعتداء من قبل عناصر قوات الأمن الإسرائيلي، هذا وقد شهد حراس السجون أثناء جلسة محاكمته وقد أحاطوا بزبيدي بسبب تعرضه للاعتداء خلال اعتقاله ولمنع تصويره، رغم أنه كان مقيد اليدين والقدمين. قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت ووزير الأمن الداخلي عمر بارليف تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع. وقال بنت إن عملية الهروب تكشف عن حالة ترهل في مؤسسات الدولة، وأشار إلى أنه اتخذ قرارا مع وزير الأمن الداخلي عمر بارليف بتشكيل لجنة لفحص عملية الهروب من سجن جلبوع. سيتم إجراء فحص شامل وجدي، لكننا ننظر أيضا بشكل شامل ونرى فيما جرى ناقوس خطر، إذ إن جزءا من المنظومة ومؤسسات الدولة قد ترهل في السنوات الأخيرة، ويجب أن يمر بعملية إصلاح وتفعيل وإعادة جدوى وسعي للتميز. معنا عبر الأقمار الصناعية من جنين الحاجة فتحية العرضة والدة الأسير محمد العرضة، والذي اعتقل مرة ثانية بعد انتزاع حريته من سجن جلبوع. حاجة فتحية، مرحبا بك. أهلا مراحل. أهلا يما. يما قولي لي كيف حالك، شو أخبارك؟ قطع الخط. أهلا يا حبيبتي، الحمد لله. شو ظل الحال يعني؟ أنا لما بسمع ابني تصعب بالكهرباء، بضربه بالكهرباء. محمد تعبان كثير يعني. أنا ولادي ثلاثة بالسجن. ثلاثة، ثلاثتهم بالسجن يما؟ آه. طيب قولي لي كيف ولا متى سمعتي بخبر انه خرج من السجن؟ قولي لي متى، يعني هيك احكي معي. لما قالوا لك محمد خرج من سجن جلبوع، قالوا لك انه هرب، شو حسيتي؟ انا سمعت التلفونات بترنن علي وما بعرف منين بتيجي انه محمد هرب. انا ما بعرف منين جيني. طلعنا. ايش كان بدك وقتها؟ كان بدك تشوفيه؟ شو اللي حصل بعدها؟ يعني قلقتي عليه؟ خفتي عليه؟ شو اللي حصل؟ شو بدت لك يعني؟ انا لما ابني بيجيني اخبار عنه ويت. ساعة بفرح له، ساعة بزعل عليه، يعني اتشوي عليه. صراحة على اعصابي يعني انا. طب أم محمد قولي لي، متى كانت آخر مرة شفتي فيها أولادك؟ الله يرضى عليه.
أنا قبل 10 أيام الزيارة الأخيرة رحت على جلبوع وزرت. قبل 10 أيام؟ اللي قبلها. ما كان لك إشي؟ ما حكاكي إشي؟ هيك إشي يعني. لا والله. والله ما حساني. كان منيح لما شفتيه؟ أنا مضيتها بخراف وبسطية إله، لأني أنا إلي 3 سنين ما زرته. وهي إجت الكورونا وما كورونا هاي. أخذت إبرتين سمحوا لي. كان منيح لما شفتيه حاجة فتحية؟ أنا مش الحاجة فتحية. أنت أم محمد؟ أنت بتحكي مع فتحية؟ بحكي مع أم محمد. أنا من الثاني، من أنا الثاني محمد. نعم؟ صبحية. صبحية محمد. صبحية العارض. صبحية. صبحية حبيبتي سعيد عينك. سامحيني نادهت لك فتحية بالغلط، سامحيني. حاجة صبحية قولي لي، يعني كان منيح ابنك محمد لما شفتيه بالسجن؟ منيح وصحة جيدة وما شاء الله مبسوط بكى. بيحكي معي وعادي. هو محمود بكى يحكي معي. هو محمود. لأن زرنا مع بعض بكى شكير معنا. طيب يعني بعرف إنه أكيد خبر يعني صعب عليكي، بس يعني شو حسيتي هيك لما قالوا لك قبضوا عليهم تاني؟ أنا صراحة بكيت، حابب ابني يشم الهواء ومبسوط، واللي كاتبه الله بصير. أما هيك يصير له محاكم مرة ثانية يضربوا بالكهرباء؟ بضربوا بالكهرباء ابني، بعذبوا بيه قاعدين، وهلاك الله أعلم بيهم شو. أخوته هضم بيقولوا قاعدين إنه بالأول 13 يوم ردوا، كان 9 أيام محاكمة تصل له محاكمة. هضم تسمعت منكم هسه المحكمة حكمت ب9 أيام تمديد اعتقال. بس خليني أسألك، يعني قلتي إنه كان بدك إياه يشم الهوى، يعني هيك صعبان عليك انه رجع تاني على السجن وخسر حريته تاني؟ طيب مش بيدي يعني اللي بصير، مش قادر من اعصابي. طيب حاجة صبحية قولي لي، يا يعني هيك نعم هيك نعم هيك نعم. انت بتعرفي انه يعني اكيد هاي الايام ما حتكونش سهله عليه، اكيد هتكون ايام صعبه. اذا بيسمعك هلا شو بدك تقولي له؟ لا والله ما هي سهله، والله من الصبح انا نايم. انا اليوم دريت لما شفته، انا شفته عند المحاكمه اليوم، شفته على النت ابني، بس هم شادين العصب على عين صباح وزرك زرك. برضو ساعات بفرح له ساعات بزعل عليه، يعني إن شاء الله الله يختار له الأحسن. طيب أنا بناشد كل أمة محمد، يعني صغير وكبير، من المؤسسات ومن الملوك من الرؤساء العربية، تكب بجاه الأسرة، يساعدهم على اللي لهم بيه. طيب إذا هو نفسه ذاته بيسمعك هلا، إذا محمد بيسمعك هلا هلا وشايفك، إيش بدك تقولي له؟ محمد شو بدك أقول له؟ الله يفتح أسرك يما، ويرضى عليك ويحنن عليك. أنا يما مرشن عليك إنك بطل، إنك أنت رافع راسي طول ماني عايش. الله يحنن عليك. شو بدك ان شاء الله ان شاء الله. محمد اخوته باسم محمد بروحه، وعز الدين ابن اخته اخذوهم معاهم عشانهم.
هذا عز الدين أخذوه لما محمد ومحمود هربوا؟ ولا أخذوه قبل؟ آه لا، لما هربوا جاي ذات عندي، لأن أنا ما حدا عندي إلا أنا وشنايني يعني ولادهم صغار. ما حدا بيدير عليك باله عليك لأنه الولاد بالسجن؟ أنا بشي لله شنايني التياس بولادهم مش بلحقين عليهم، وأنا مريضة يعني بالكلب وسكرة ومن الجميع وشاشة الضم، ما بقدر على الشرسة أمشي. يعطيك الصحة والعافية حاجة صبحية العارضة، ويعني يهون على قلبك، وإن شاء الله إن شاء الله بتشوفيهم بألف صحة وخير بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا الحاجة. إن شاء الله مسامعني محمد، شو بقول له؟ الله يرضى عليك، وانا مفتخر بيك يا امه، انت يا امه الله الله ان شاء الله برد وسلامه يا امه، كل شيء بيجازي الله بيجازيكم، الله بيجازيهم يا امه، بهمش لو اني اموت انا فداك، لو انه هذا الحكي بيزعل وبحبش اكل وجه. خطاك الشر وخطاه الشر ان شاء الله حاجه صبحيه. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من جنين الحاجه صبحيه العارضه والده الاسير محمد العارضه، والذي تم اعتقاله مره اخرى بعد انتزاع حريته من سجن جلبوع. هذا وقد شل اضراب شامل المرافق والمحال والتجاريه والمدارس والجامعات في محافظه جنين، ودعت قوى فلسطينية إلى هذا الإضراب تعبيرا عن الدعم للأسرى الذين أعيد اعتقالهم ولجميع الأسرى في سجون الاحتلال. وحثت تلك القوى الوطنية التي تمثل كافة الفصائل في جنين على الالتزام بالإضراب وتكثيف كل أشكال المقاومة والتصدي بالمظاهرات في كافة المواقع والمواجهة الشاملة على نقاط التماس مع الاحتلال، ونددت بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى مطالبة بتوفير الحماية الدولية لهم. معنا عبر الإنترنت من جنين الصحفي الفلسطيني مجاهد السعدي. سيد مجاهد مرحبا بك. مجاهد، إذا يبدو أن هناك إضراب شامل شهدته اليوم مدينة جنين، وهناك دعوات لتظاهرات والمواجهة على نقاط التماس. خبرنا عن أصداء هذا الخبر في مدينة جنين وردات الفعل حتى اللحظة. نعم، حياك الله. يعني اليوم كان هناك اضراب شامل لجميع مناحي الحياة في المدينة، الصحة، الاقتصاد، المحلات التجارية، طبعا الحياة التعليمية. هذا الاضراب جاء عقب إعلان القوى الوطنية والإسلامية بالمحافظة لعملية الإضراب تضامنا وإسنادا للأسرى الذين أعيد اعتقالهم وضد الحملة الشرسة التي تقوم بها إدارة السجون والشباك في دولة الاحتلال اتجاه الأسرى، وبالتحديد هنا نتحدث عن شريحة كبيرة الآن الاحتلال يقوم بمعاقبتها بأسلوب همجي. هناك حملة شرسة، نتحدث عن عدم تقديم العلاج للأسير الزبيدي ومحمد العارضة، كون الاحتلال ووحدة اليمام خلال اعتقالهم قامت بضربهم، وكانت آثار الضرب المبرح واضحة جدا على أجسادهم. هذا الاحتلال في الشق الأول بأنه لم تقتصر عملية الاعتقال، بل قام بإهانتهم بتعنيفهم بضربهم المبرح، وكانت آثار الاعتداء واضحة جدا على جسد الأسرى الأربعة. ردة الفعل هناك صدمة، وبنفس الوقت هناك غضب كبير يعم الضفة الغربية، ونحن نتحدث عن مدينة جنين وهي الاحتلال يسميها عش الدبابير. الاحتلال متخوف على الصعيد الميداني من عملية البحث وتقصي الأثر. ردات الفعل على أرض الواقع، الاحتلال يتحدث عن 60 عملية استهدفت حاجز الجرمة شمال مدينة جنين، وهو البوابة الوحيدة للداخل
المحتل، كان هناك عمليات اطلاق نار اليوم في العرقة، وامس ايضا كان في يعبد. عمليات التضامن والتكاثف والتعاضد مع اهالي الاسرى، نحن نتحدث عن مسيرات عفوية ومعظمها يكون عفوي وليس منظم من الاهالي، من بعض السكان، من النشطاء. يوميا يكون هناك عمليات خروج لمسيرات عقب صلاة الظهر والمغرب. اليوم نتحدث عن مسيرة خرجت من مساجد يعبد باتجاه منزل الأسير الذي ما زال مطارد للاحتلال، والذي شارك في عملية النفق وانتزاع الحرية، مناضل انفعات ابن بلدة يعبد ما زال حرا طليقا. الأهالي توجهوا إلى منزل مناضل، وكان هناك عدة كلمات لقوى وطنية وإسلامية وللنشطاء في البلدة. أيضا ما زالت عمليات البحث في بلدة الطرم القريبة من يعبد ما زالت مستمرة تنتقل. طيب سيد مجاهد، دعني أيضا أسألك عن النقطة المتعلقة بمسألة نقل زكريا الزبيدي إلى المستشفى ثم العودة مرة أخرى والحديث عن عدم نقله إلى المستشفى، ما هي التفاصيل المتعلقة بذلك؟ نعم، يعني الاحتلال أعلن في وقت سابق وقد أمر القاضي أمس عقب عرض زكريا الزبيدي إلى المحكمة، طلب من القاضي، والقاضي رأى آثار الضرب والقاضي قرر بنقله لتلقي العلاج، ولكن الاحتلال أعلن بشكل متسرع أنه سوف يكون هناك نقل لزبيدي إلى سجن، إلى مستشفى رمبم في الداخل المحتل وبالتحديد في مدينة العفولة وقريبة جدا من مدينة جنين، ولكن سرعان ما تم نفي خبر نقله إلى مستشفى رمم. ولكن الاحتلال نقل الزبيدي إلى مستشفى هداسة التي تتمتع بثكنة عسكرية محاطة جدا بالجيش والوحدات الخاصة، وتم نقله ضمن إجراءات مشددة وإجراءات أمنية كثيفة في محيط المستشفى. تم نقله ولكن الاحتلال لم ينقله إلى المستشفى بالعفولة تحسبا لوجود أهالي من الداخل المحتل ليوصلوا رسالة الشعب الفلسطيني تجاه الأسرى، وخاصة ما حظي به زكريا الزبيدي سابقا وفي هذه الأيام من شعبية وتأثير في الشارع الفلسطيني، وكان يعني نظرات الشعب الفلسطيني وبالتحديد مدينة جنين تتجه نحو زكريا لما يحظاه من محبة ورمزية، هو رمزية وطنية في الضفة الغربية. نعم، شكرا جزيلا الصحفي الفلسطيني مجاهد السعدي، كنت معنا عبر الانترنت من جنين، لك جزيل الشكر. مشاهدينا، المسائية مستمرة، وبعد قليل الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي يدعو إلى الوقوف في وجه ما سماها عودة الدكتاتورية، والرئيس التونسي يقول سأحترم الدستور ولكن ذلك لا يمنع تعديله. أحترم الدستور، أحترم الإجراءات، ولكن السابقة احترموا على النص، هو النص، ولكن يمكن ادخال تعديلات على النص.